مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، لا يزال الغلاء ميزة أسواق الماشية بالولاية المنتدبة مسعد، بعدما وصلت أسعار الخرفان إلى مستويات قياسية، وهو ما جعل المواطن في حيرة من أمره. سوق نار، حق الله العظيم غير غالي بزاف. كبش المقرن، الرخيصة ويدير 12 مليون. ما فهمتش أنا، يقول لك 1800 هم على بالي، صح هم يتعبوا عليه، بصح 1000 ما يشروهم دعم، هم يشروا 1250 ألف. علاش غلاو الكبش هكذا؟ العام اللي فات برك كبش تاع 8 ملايين، العام يدير 12 مليون. او الخروف والله غير تشوف خرفان تاع 7 ملايين، حق الله غير قط، والله العظيم غير ما فيهم والو. بين مواطن يشتكي وموال يبرر، يبقى الغلاء هو العنوان المشترك بينهما، الامر الذي قد يحرم العديد من العائلات من اداء هذه الفريضه المقدسه. صوالي هاد العام ما يعيطش، والله ما يعيط، ربي معاه مسكين. والله غير خرفان، والله ما يديروا 10 كيلو، 6 ملايين، 7. هاد السوكي غلاها كام على بالناش واش كاين حنا؟ ما على بالناش ولا الموال ولا السمسار، ما فهمناش واش كاين كاع. الفلاح ثاني عنده الحق، الدولة ماهوش داعم فيه. قلنا النخالة خطرة يعطيولك خطرة ما يعطيولكش. هذه هي، عند الفلاح عنده الحق. ونزيد الشعب اللي راه يهضر يقول لك غالي غالي، أخويا اللي يقدر يشري اللهم بارك، اللي ما قدرش. كاين ناس يقول لك واش يخسر عليه؟ قلت له العام العام وش ياكل؟ يقول واحد 4 ملايين هكذاك بين الموت وبين العيا، يقول واحد 4 ملايين. يا ودي 4 ملايين اكثر احسن انت. الموت احسن من الموت عليه. الموت والدواء تاع الطبيب والهم كل عقب. شكون هذا يجي ساهل هو حق انا نعاور فيه، احنا نعاور فيه. بالنسبه لي عيط في العام مره راه موش قالي عليه. يبقى المواطن بين مطرقه الموال وسندان الاسعار الملتهبه، ينتظر تدخل السلطات الوصيه لرفع الغبن عنه من أجل أداء شعيرة من شعائر الله.